كرة إلى الأمام، فلاوفيتش. لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. يا إلهي، هذه واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم بكل تأكيد. الكل متحمس متشوق لها، وصناعة الفارق لا شك أيضا النوب. هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير. يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. كرة إلى الأمام، فلاوفيتش. لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز، ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة، ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل. توقيت هو مفتاح هذا الهدف.